السلام عليكم. خليني أبدأ التغطية بإحصائية ممكن صادمة عند البعض، بس هي حقيقية وموثقة من قبل وزارة الصحة بغزة. جنود الكيان الصهيوني المرتزقة قتلوا أكثر من 1750 طفل فلسطيني من 27 الأول لليوم، بمعدل 120 طفل كل يوم. المصيبة أن جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفلسطين تقول أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة غير نهائية، لأن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. معناها بأن هلالياً العدد أكبر بهواية من الأعداد الحالية اللي نسمع بيها، نسمع 4000 و5000 شهيد، وبالتأكيد راح تزيد بالأيام الجاية، لأن المستشفيات وأغلب مستشفيات غزة طلعت عن الخدمة والمعركة مستمرة، والفلسطينيين بعدهم منتصرين وإرادتهم وإمكاناتهم قوية بمواجهة الكيان الصهيوني، ويوميا يسجلون انتصارات جديدة بمختلف مدن غزة أو حتى في داخل الكيان الصهيوني بعد ما اجتاحوا هذه المدن والمناطق والمستوطنات اللي تشكل غلاف غزة. العديد من التفاصيل بما يخص جرائم الكيان الصهيوني والدور الدولي بهذه الجرائم راح نناقشها مع ضيوفنا الأكارم، الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، وبانتظار أن ينضم لنا الأستاذ أشرف أبو الهول المحلل السياسي من مصر عبر سكايب. نبتدي وياك أستاذ مجيد، وفق أي أعراف دولية، وفق أي قوانين، وفق أي أحكام الكيان الصهيوني يرتكب هذه الجرائم وهذه الأعداد؟ والمشكلة الآلاف جزء كبير من عتها هم من الأطفال، وكأنما رجعون الكيان الصهيوني للعصور السابقة، ماكو لا قوانين لا أعراف دولية لا تفاصيل، وين رايحين بهذه المعركة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا اسمح لي أن أعزي الشعب الفلسطيني بالشهداء الذين التحقوا إن شاء الله بركب الأولياء والأوصياء، وخصوصا الأطفال منهم، وكذلك نقرأ الفاتحة على أرواح الرؤساء العرب والخليج الذين يجهزون دائما بلدانهم بأحدث ما يمكن من الأسلحة، وإلى الآن لم يستخدمونها في نصرة الإسلام ولا الدين ولا حتى العروبة. فلا أدري لماذا هذا التجهيز، هل هو للاقتتال العربي العربي أم الإسلام الإسلامي؟ أو ليس فلسطين اليوم هي أحق البلدان للدفاع عنها وهم يدافعون عن أرضهم المغتصبة؟ أو ليس الخليج هو الذي قدم فلسطين قبل عقود عندما كتب من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أقر واعترف ألف مرة إلى بيرسي كوكس مندوب بريطانيا بأن لا مانع عندي من إعطاء فلسطين إلى المساكين اليهود؟ أو ليست مصر التي يعبر عنها مصر الكنانة، وأتمنى أن يسمعني أخي من مصر، يعني أو ليست مصر مجاورة لفلسطين؟ وعرفوا طبعا المصريين عرفوا بأنهم يحملون الهوس القومي والعروبي وغير ذلك، لماذا سيناء تغلق أمام المجاهدين المصريين وأمام المساعدات؟ وكيف يقف السيسي على رأس مؤتمر باليوم التالي من الهجمة ليصف أهل حماس بالإرهابيين، وإلى يمينه كان متحدث بالنيابة عن الألمان بكذلك بصفة أن المقاومة إرهابية، ويقول أننا نأسف لما جرى لإسرائيل من قبل الهجمات الإرهابية. كيف أصبح المدافع عن أرضه إرهابيا، وكيف أصبح القاتل للأطفال والقاتل للنساء والمتجاوز الحدود الإنسانية؟ الصور التي رأيناها قتل فيها الطير والقطة والطفل والإنسان، أبادوا الأرض. هؤلاء لم يقفوا عند حد، لا يوجد لديهم أي خوف وحدود، لا يوجد لديهم سوى الوحشية والهمجية. أين اليونسكو؟ أين اليونسيف؟ أليس اليوم نحن أمام مجزرة أطفال تجاوز عددهم 500 أو أكثر، ولعله بعض الأنقاض هنالك ممن لم ينتشر إلى الآن؟ الرؤوس، بعض الناس كانوا يحملون الأطفال كدما بلا رؤوس لينقلوا صورة للعالم حتى ينبر العالم للدفاع عن القضية الفلسطينية. وصلنا شيخ يعني مجيد رؤوس للألفين طفل، وإلى الآن كل هذه المسميات مثل ما ذكرتها اليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان
ومنظمات الأمم المتحدة ما شفنا لها صوت اتجاه الكيان. طبعا لأن هذه المنظمات أسست للدفاع عن الفساد والمثلية والتعري وليس عن الإنسانية والطفل أبدا. هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية أو أولئك الذين يدعون الديمقراطية هم أول الناس دكتاتورية وأكثر الناس ظلما. وبالمناسبة هذه المرحلة لابد أن تدفع الشباب والأمة العربية والإسلامية بالتمسك بتاريخها ودينها من جديد وبقوة، لأن القوم الذين كانوا أسسوا في بلدانهم ما يسمى بحقوق الإنسان 1947 أو 48، القوم هم في بلدانهم كانت هنالك حروب وحشية، ولا ننسى محاكم التفتيش، ولا ننسى الحرب العالمية الثانية التي قتل بها 75 مليون ما بينهم من أجل إثبات من هو الذي يترأس الكرة الأرضية. اليوم لما يأتي بايدن الخرف ويزور إسرائيل، المفروض قبل أن يزور إسرائيل كان هنالك مؤتمر أو هكذا يعني قمة تعقد في الأردن، لماذا لم يذهب إلى الأردن وجاء مباشرة إلى إسرائيل؟ إذن هو لو كان قد ذهب إلى العرب يمكن أن يأتي بحمل رسائل. أنا لا أريد أن أتحدث بالسياسة ولكنني أقرأ المشهد، لكن عندما يذهب إلى إسرائيل الباغية إذن هو يعطي مشروعية لما قامت به إسرائيل أولا، ويقول وبكل صلافة أنه إذا تدخلت إيران أو حزب الله سنتدخل. طيب حتى توقيت هذه الزيارة بعد جريمة المستشفى، مستشفى المعمدانية، مباشرة وصل بايدن إلى إسرائيل. أنا أسأل من المفروض يحاسب اليوم الكيان على كل هذه الجرائم؟ يعني ما من المعقول يظلون بهالعقلية وبهالفكر وبهالطريقة؟ هو هذا المفروض الذي لابد أن تعيه الأمة الإسلامية. يعني مثلا واحدة من الأمور فرضية المؤامرة بعض الأخوة. هسه أنا لا أريد كذلك أن أثبت كل شيء. نعم وفق المقاسات العسكرية يمكن ما حصل من اقتحام للمقاومة اقتحامها يعني شبه معجزة، باعتبار أن إسرائيل لها قبة حديدية وأن جهازها الأمني رصين جدا ولا يمكن خرقه، ولكن مع ذلك يعني هم دفنوا في الأرض، يقال كذا متر صبوا الأرض فجاءوا إليهم من فوق السماء. ما أريد أتحدث عن نظرية مؤامرة، خلونا مع المشهد الحقيقي. الآن إحنا أمام مشهد أن حماس استطاعت أن تقتحم وتكسر هذه اليوتوبية، هذه الصناعة الكرتونية لإسرائيل. يا أخي الآن إسرائيل تحيطها 5 دول عربية أو 6، إذا أصبحت هذه الدول متكاتفة سوف تكون كلكم ماشية وتقبض على إسرائيل المنطقة الجغرافية الصغيرة والعدد اليهودي الصغير. لكن المشكلة أن الحكام عملاء. يعني ما أدري أنا هذا السيسي، والله أنا منذ أن سمعت مؤتمره الأول إلى الآن أنا منزعج من كلامه، نسيت المصيبة وأفكر على وسادة، وهو قائد عسكري. المهم المشكلة أن السيسي قائد عسكري. يعني هل وصلت بكم الدياثة أن تكون سيناء مرتعة لليهود ولا تسمحون للمقاومين أن يمرون من عبرها؟ هل وصلت بكم الخسة أن تتنابزون بالسنة والشيعة، إيران أو حزب الله يدافع عن فلسطين ولذلك أنتم السنة تعتزلون القتال والدفاع عنها كما حصل؟ وصرح زعيم مقاومة حماس قال أنا ذهبت إلى العرب وقلت لهم أنا سني، إذا دعمتني إيران أو حزب الله أنا لا يهمني من يدعم، يهمني أنني أحمل قضية. بالأساس أنتم 22 دولة عربية لماذا لم تدافعوا عن فلسطين؟ أنا أستغرب 22 دولة عربية مقرعين رأسنا بيها، قمة عربية وقمة عربية، ورحم الله الشاعر مظفر النواب الذي يقول قمم قمم معز على غنم، وإلى نهاية القصيدة المعروفة. بالتالي نحن عندما نريد أن نحلل المشهد اليوم أنا كذلك أسجل الاحترام والاعتزاز والمحبة والمودة والإكبار والإجلال لشعبنا العراقي الذي يقوم للمرة الثانية بالدفاع عن الدين والإسلام، في المرة الأولى في الدفاع عن القرآن والذي صمت العالم أمامه ولم ينبري. لا مصريين خرجوا مظاهرات ولا سعودية ولا أردن ولا كأن على رؤوسهم الطير وكأنهم ليسوا من أمة محمد. واليوم كذلك في الدفاع عن فلسطين والدعوة إلى أن تكون هنالك مجاميع على حدود الحدود الفلسطينية. هذه المجاميع حاليا مجاميع ذهبت وهنالك أمور لوجستية في طرابيل. نعم هنالك أمور لوجستية جديدة سوف تكون داعمة وتفتح الممرات لعبور المساعدات. نعم خلينا ننتقل إلى الأستاذ أشرف أبو الهول من مصر. حياك الله أستاذ أشرف. حياك الله، أهلا وسهلا. ينضم لنا طبعا عبر الهاتف أستاذ أشرف. ذكرنا في بداية تغطيتنا بعض من الأرقام المفزعة والمخيفة حقيقة والصادمة
بما يخص جرائم الكيان الصهيوني اتجاه المدنيين الفلسطينيين وبالتحديد الأطفال. وصل العدد قرابة 2000 طفل ما بين استشهد ما بين لحد الآن تحت المباني وتحت الأنقاض. فبالتالي اليوم الكيان الصهيوني مستمر بجرائمه سياسيا عسكريا. شنو هي الأساليب المهمة الواجب اتباعها خلال هذه الفترة حتى يتوقف الكيان عن هذه الجرائم؟ يعني بالتأكيد يعني هناك وسائل كثيرة لمواجهة هذه الجرائم، ولكنني أريد أولا أن أرد على ضيفك الذي كان يتحدث فادعى أن الشعب المصري لم تكن له أي ردة فعل عندما حرق القرآن الكريم، ونسى أو تناسى أنه كانت هناك مظاهرات في الأزهر الشريف وفي أماكن أخرى في مصر، وأنه كل القوى في مصر أدانت هذا العمل، وأنه الأزهر الشريف أصدر بيانا يدين بل أنه الخارجية المصرية استدعت سفراء السويد والدنمارك واحتجت على ذلك. ويعني أيضا مصر خرجت ملايين إلى شوارع مصر منذ يومين يدينون هذا العدوان. مصر يعني تقاتل في كل الاتجاهات حتى تفتح يعني حتى يتم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني. مصر استضافت القمة لكي يعني يوافق العالم على الضغط على إسرائيل على وقف القتال، لكن ما حدث وكما رأينا فإن الوفود الأوروبية جاءت بتكليف أمريكي لكي تقول لا للتهدئة. مهم خلينا بالصورة أستاذ أشرف، شنو أهم المخرجات؟ مصر تواجه أهم مخرجات القمة، تواجه خطورة حقيقية في تدفق اللاجئين عبر سيناء إذا نجحت إسرائيل في ذلك، ويأتي ضيفك الكريم ويهاجم مصر وينتقد شعبها وينتقد قيادتها بشكل لا يتماشى مع القيم العربية والإسلامية. فنحن نتحرك ونعمل بكل ما في طاقتنا الآن. مصر الكل يعلم أن لديها مشاكل اقتصادية، وأيضا أستاذ أشرف يعني مصر أستاذ أشرف معك. إذا تسمعني الشيخ مجيد يوضح لك اللي قاله، أنه كلامه يخص تصريح خلال القمة لرئيس الحكومة المصرية، وصف المقاومة الإرهابيين. ما هو هذا التصريح؟ تفضل شيخ مجيد. عفوا شيخ يعني مجيد لك أستاذ أشرف لو سمحت. أستاذ أشرف، في المؤتمر الذي جرى في اليوم التالي بين الرئيس السيسي والممثل عن الألمان، لا أذكر اسمه، أنا استمعت إليه وهو موجود في اليوتيوب، تستطيع أن تراجع كلمة الرئيس السيسي. قال نحن لا نريد أن يتدفق أهل فلسطين إلى سيناء فتتحول الهجمات الإرهابية على إسرائيل فندخل الحرب. يعني هو يصف المقاومة بالإرهابيين. من ثم قال الألماني عندما وصلت له النوبة بالتحدث، قال نحن نأسف لما جرى لإسرائيل من خلال الإرهاب الفلسطيني، وهذا موجود في اليوتيوب. يا سيدي إذا عدت للقرآن الكريم فكلمة إرهاب لا تعني إدانة أو إساءة، وإنما رب الله سبحانه وتعالى يدعو. لا عفوا هذا أستاذ أشرف رجاء، هذه شيخ مجيد إذا أردنا أن نقعد المصطلحات الكلام يدور خلينا عند القضية، خلينا عند القضية الأهم. في دفع الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية فإن العمليات لن تتوقف والهجمات ستتم عليكم سواء من الفلسطينيين الذين يأتوا إلى سيناء أو من المصريين. لقد تركت كل ما قاله السيسي في لقائه مع أولاف شولتز وأمسكت في هذه الكلمة ولم تلتفت إلى أنه ألمح إلى أن مصر مستعدة للتدخل عسكريا للدفاع عن حدودها. هل نسيت أنه قال أنه مستعد لإخراج الملايين للشوارع لرفض ما تفعله إسرائيل؟ أبدا يعني لا رجاء أستاذ أشرف، السيسي قال أنا باستطاعتي أن أطلب من المصريين يخرجون ونخترق عداوات داخلية بيننا ونخلق صراعات داخلية بيننا. علينا أن نتوحد ونقف موقف واحد. أوروبا بالكامل وأمريكا تقف مع إسرائيل. أمريكا
فتحت مخازن أسلحتها. قادر أوروبا يتدفقون على إسرائيل. الرئيس بايدن طلب مساعدات من الكونغرس، يعني لإسرائيل تكفي محاربة أكثر من 14 مليار دولار. هل ننسى كل هذا؟ أستاذ أشرف، إذا الصوت واضح عندك، الرئيس بكلم بعبارة يفهمها الغرب. أستاذ أشرف، خليني أسألك عن المساعدات الإنسانية. أهالي غزة بدون مي، بدون كهرباء، بدون حتى أكل، وضعهم كلش تعبان، ونشوف الفيديوهات اللي تظهر بمواقع التواصل الاجتماعي. ما يخص دخول هذه المساعدات الإنسانية عن طريق مصر، مستمرة العملية؟ سمعنا بدخول 20 شاحنة، 40 شاحنة، شنو تفاصيلها؟ أمس تم إدخال 20 شاحنة أدوية ومواد طبية أساسيات. اليوم تم إدخال 17 شاحنة أخرى. تعمل مصر على أن يستمر فتح المعبر بشكل دائم. هناك مئات الشاحنات التي تحمل تبرعات إنسانية، سواء من الجانب المصري أو من الدول العربية والأصدقاء حول العالم. المشكلة أن إسرائيل تهدد بقصف هذه الشحنات، ليس قصفها في الأراضي المصرية، ولكن قصفها عندما تدخل غزة. ما قيمة أن تفتح المعبر وتدخل الشاحنات ثم يتم تدميرها على الجانب الآخر؟ هم يدعون أنها ستصل إلى أيدي حماس، ولذلك نحن لكي نضمن دخولها يعني ننتقل المساعدات الأكثر احتياجا. بيان البارحة سمعنا لمنظمة الأمم المتحدة، الهلال طالبتهم بشكل مباشر بالسماح بدخول هذه الشاحنات، وهناك توزع إلى أن نستطيع الفتح الكامل للمعبر. دعني أقول لك أنه أمس في القمة رفضت الدول الغربية المطالبة بفتح المعبر بشكل دائم، رفضت الدول الغربية المطالبة بوقف القتال، وطالبت أن يقول العرب أولا أن إسرائيل تدافع عن نفسها. ولذلك لم تصدر أي بيانات ختامية عن قمة الأمس، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا يعبر عن الموقف المصري والعربي. نعم، أنا أشكرك الأستاذ أشرف أبو الهول المحلل السياسي من مصر، وانتقل إلى الأستاذ رمزي أبو جزر المحلل السياسي، انضم لنا من فلسطين عبر سكايب. حياك الله أستاذ رمزي. أهلا وسهلا بك أخي. نبارك للشعب الفلسطيني هذه الانتصارات المستمرة على الكيان الصهيوني، ونسأل عن الأوضاع حاليا سواء في غزة أو في باقي المدن. اولا يعني هذه الانتصارات اذا كانت فهي لا تحسب فقط اليوم للفلسطينيين، ولكنها يا عزيزي والله تحسب لكل الامه العربيه اليوم التي تصطف خلف عداله القضيه الفلسطينيه. اذا اردنا نتحدث عن الوضع الانساني والواقع الانساني في قطاع غزه، فنحن نتعرض الى حرب تطهير وحرب اباده تمارسها قوات الاحتلال بفظاعه وبغطاء امريكي وبغطاء اوروبي، وللاسف الشديد في تحت الضعف كذلك الرسمي العربي الذي يقف الان فقط، وكل ما يقدم لنا من مؤتمرات ومن كلمات. نعم. صحيح بعض هذه المواقف هي مواقف جيده ومواقف تحسب، خاصه في موضوع رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزه، لكن الوضع الانساني هو وضع صعب جدا. 4700 شهيد واكثر، هناك الالاف من الجرحى يا عزيزي، هناك 1700 طفل استشهدوا خلال هذه الحرب. نحن نتحدث عن عمليات هدم لمربعات سكنية كاملة، نحن نتحدث عن واقع إنساني، لا مياه، لا غذاء، لا دواء. المستشفيات الفلسطينية قالت بأنها خلال الساعات القادمة قد تخرج عن الخدمة، خاصة في أكبر المشافي في قطاع غزة وهو مجمع الشفاء الطبي في القطاع، قال بأنه سيخرج عن الخدمة خلال الساعات إذا لم يدخل الوقود اللازم لاستمرار عمل هذه. وين حاليا يتعالجون الجرحى والمصابين من العمليات القصف أستاذ رمزي؟ مثل ما نعرف الحرب مستمرة والكيان الصهيوني مستمر بقصف المباني والناس المدنيين اللي ما لهم ارتباط بالمعارك، وين حاليا دا يصير العلاج؟ يعني للأسف الشديد هذا ما نطالب به ونتحدث عنه، بأنه بضرورة فتح المعابر وإخراج الجرحى، خاصة بأنه الإمكانيات الطبية في قطاع غزة هي إمكانيات متواضعة وإمكانيات ضعيفة، والكوادر الطبية في قطاع غزة إمكانياتها محدودة، لا توجد علاج، لا توجد مستهلكات طبية. يعني بعض العمليات الجراحية يعني تخيل بأنها أجريت بدون حتى إجراء أي عمليات مسكنات للمرضى، يعني تخيل العملية الجراحية تجرى للمريض وهو بدون أي مخدر وبدون أي عناية. تخيل بأنه الواقع الطبي الآن سينكشف بمزيد من المأساة إذا عرفنا بأنه خلال الساعات القليلة القادمة لا توجد أسرة حتى لإجراء العمليات الجراحية، بمعنى مستشفى الشفاء الطبي وهو أكبر مجمع شفاء يوجد به 21 سرير
للعمليات الجراحية. نحن نطالب الأمة العربية، نطالب الأمة الإسلامية بفتح المعابر وأخذ هؤلاء الجرحى وعلاجهم في مستشفياتهم، خاصة وأنه بعض هذه الإصابات هي إصابات معقدة وصعبة للغاية، ولا يمكن التعامل والتعاطي معها من خلال الواقع الطبي في نسمع أنه الأكبر بين المصابين هم من الأطفال بالتحديد، أكبر الأعداد المصابين. وهذه الجريمة الأكبر التي تقترف أمام أعين الجميع، الأطفال، أنا تحدثت لك عن رقم هو 1700 والأرقام تزيد على مدار الدقائق وعلى مدار الساعة، نحن نتحدث عن 14 ضحية تسقط في قطاع غزة يا صديقي كل ساعة، وربما أقل من ذلك، كل نصف ساعة 14 ضحية تسقط، من بينهم أطفال، من بينهم نساء. عندما نتحدث عن هذه المعدلات، هذه معدلات مفجعة للغاية. نحن نتحدث عن 1000 قتيل ما زالوا حتى هذه اللحظة تحت الردم، تحت الركام، لا توجد معدات للدفاع المدني لانتشال المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بمعنى نحن نتحدث عن أعداد مهولة وكبيرة جدا إذا ما تحدثنا عنها وإذا ما نظرنا إليها بواقعية. العالم كله يصمت الآن، وبقطاع نعم. أمريكي كل أستاذ رمزي إذا تسمعني، أكو فد فيديو اليوم، يعني أنا شفت هذا الفيديو، يعني فيديو يوضح حال الأطفال. إذا جاهز مخرجنا الفيديو، خلي الناس تشوفه وتشوف هذا الطفل شنو وضعه وهو مصدوم من القصف والعمليات اللي تصير. اعطينا اياه بالشاشه بلا زحمه. ايش صار معك يا عمي؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف، ليش خايف؟ خلص القصف الحين، خلص. خلص يا عمو، خلص. خلص. خلاص انا معك ماشي، خلاص انت بطل. لا انت مش خايف، ايش خايف؟ كده تروح. اه خلاص انت كده تروح، خلاص حير واحد يش يحكي عن هذا الفيديو. شفتوا الرجفه اللي بعينه؟ شفتوا الخوف؟ شفتوا الضحكه لما حضنه؟ شلون فرح وشلون حس بالامان؟ هذا هو واقع الأطفال اللي نحكي عنه. لما نقول أكو آلاف بين شهداء بين تحت المباني والأنقاض، وأكو حتى اللي يتعالجون، هذا وضعهم، مصدومين. إذا ما متعور ما بصافة، هو عنده أزمة نفسية يحير شلون يعبر عنها. شيخ مجيد، هذا الواقع إحنا نشوف قمم ونشوف ملتقيات ونشوف اجتماع للبرلمانات العربية، بس ما شفنا وقف لهذه الاعتداءات، ما شفنا الكيان الصهيوني وقف عند حده. لن يقف الكيان الصهيوني، بما أن هنالك ممن يطبل، واستعير عبارة الدكتور علي الوردي، وعاض السلاطين إلى الحكام وإلى الظلمة. يعني ضيفك الأول ما اهتم فيما قلته والإحصائيات، يحاول أن يأخذ العبارات إلى غير مدليلها. نحن نتحدث أمام العالم، عندما يقال إرهاب يفهم منه العنف، ولا يفهم منه ذلك النص القرآن الذي يمكن لنا أن نبحث به كمتخصصين. أنت تصرح وبتناص مع عبارة الإسرائيلي الذي يعبر عن المقاومة الإرهابيين، وأنت تقول هذه العبارة، أنت لم تسميها مقاومة، ويمكن أن تكون هنالك فارقة لغوية ما بينك الذي تطرحه وتصطف مع أهل فلسطين، وما بين الذي يدعيه الإسرائيلي الذي يصف المقاوم بالإرهابي. ثم ما ذكره الأخ الكريم المصري، نحن حديثنا عن الساسة، البرلمان المصري كانت له وقفة إيجابية ورائعة، وأنا سمعت ما قاله رئيس أحد الكتل، حقيقة كانت كلمة رنانة، وطالب بها التدخل العسكري. نعم، هذا هو الموقف الذي لابد أن يكون. إلى متى تجمد طائراتكم وصواريخكم وإسرائيل منطقة صغيرة؟ لن تقاوم طائراتكم ولا أسلحتكم إن استطاعت أن مرصوص المقاومات وهي غير مدعومة ذاتي ترعب إسرائيل، فكيف بالدول؟ مهم أن نوضح الشيخ مجيد، إحنا هنا قصده حكومات الشعوب طبعًا. العربية موقفها لا لا طبعا لا تجاه القضية الفلسطينية، ونحن حتى الشعب الأمريكي القضية. حتى الشعب الأمريكي دائما نقول نتحدث عن الحكومة، لا نحن لا دخل لنا مع الناس، والدليل أكو وقفات حاليا بأمريكا وبريطانيا. نعم أكيد موجودة. أكيد لا نحن نتحدث عن السياسات العربية الفاسدة التي تدل على أن من جاء بهم هي إسرائيل، وكأن إسرائيل هي التي نصبتهم. فهم إن لم يعني على الأقل ليكن تصريح كما يقول هكذا يشفي الغليل، لا يوجد أي ثورية، لا يوجد أي لون من الاصطفاف مع المقاومة،
لا يوجد أي دفاع. الأخ يقول مخافة أن ندخل العربات ثم تقصفها إسرائيل، فلتقصف إسرائيل وردوا عليهم بالقصف. ما الذي لماذا لديكم جيش ولديكم أسلحة ولديكم ما لديكم؟ المصريين، أنا لا أريد أن يعني أحول القضية شخصية، المصريين عرفوا في خيانتهم في الكويت كيف صنعوا بالجيش العراقي وما حصل. نحن خلي شيخ مجيد، شيخ مجيد موضوعنا السياسة المصرية، موضوعنا موضوع قضية فلسطينية وموضوع السياسة إنسانية المصرية. خلينا لا خليها مصر وعراق. والقذافي الوحيد الذي كان قد نهر حسن مبارك الذي كان يصر على الحصار على العراقيين، وقذافي نهره في القمة. اليوم نفس الشيء، مصر المفروض تفتح المعابر. والأخ الفلسطيني جزاه الله خير نقل لنا واقع بدون دبلوماسية ولا كلام إعلام. الناس جاي تموت، تحتاج إلى أدوية، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى ماء. إذا المصريين الآن، الحكومة المصرية عدد دبلوماسية، شعب المصري المفروض ينتفض. أين العلماء الذين كانوا يدفعون بالمفخخات على العراقيين وعلى سوريا؟ لماذا لا يزجون الآن بخطاباتهم المنبرية إذا كان من الأزر ومن غير الأزر؟ إذا وين خطابات ذول اللي كانوا القرضاوي وأتباعه؟ إذا القرضاوي مات، بس أمثاله كم كانوا بالسعودية وفي مصر الذين يدفعون بالمفخخات على العراقيين؟ لماذا لا يزجون بهم إلى فلسطين؟ إلى الدفاع على الأقل عن القدس، على الأقل عن 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 عمن أسري به النبي إليه. لماذا هذا البيت المعمور الأول، عفوا قبلة المسلمين الأولى، لماذا تترك وتهان وتضرب، والأطفال هؤلاء تقطع رؤوسهم وتسبى نساءهم وتهدم بيوتهم؟ وليسوا ينتمون إلى أمة عربية وإسلامية؟ أوليس اليوم المجتمع الإسلامي أكثر من 400 إلى 500 مليون؟ وين اليوم المجتمع الإسلامي؟ أريد أفهم أنا يعني هذا الكلام حقيقة أقوله لا يوجد فيه مزايدة بقدر ما هو قراءة للمشهد. اليوم المجتمع بالتأكيد السياسي، هذا الكلام المجتمع السياسي لو يترك أكيد بنفوس كل المواطنين الفلسطينيين، لو يترك المجاهدين العرب، المجتمع السياسي لو يترك المجاهدين العرب، أنا متأكد في مصر يمكن ربع المصريين يطلعون يجاهدون، متأكد 100%. وما قاله الأستاذ أشرف وهو غاب عنه وأنا تمنيت أن يبقى، قال أنني ممكن، السيسي يقول بأنني أطلب من الشعب المصري فيخرج وهو رافض. هذا في قضية نزوح الفلسطينيين لسيناء، مو ضد إسرائيل قال هذا الكلام. مراجع المقطع قال أنا أرفض حضور المجتمع الفلسطيني إلى سيناء، وإذا أردتم أن أطالب المجتمع المصري والمصريين سيتفقون معي فيما أقول. هذا الكلام. خلي أنتقل لأستاذ رمزي بما يخص لغة البيانات والحوار والخطابات وحتى التفاوض. أستاذ رمزي، هذه اللغة ناجحة مع الكيان الصهيوني؟ أنتم الأقرب وأنتم أصحاب التجربة مع هذا الكيان على مدار سنوات، راح تنجح هذه اللغة وهذه الاجتماعات والقمم وغيرها من التفاصيل؟ راح تغير الواقع اليوم الموجود بفلسطين؟ يعني أولا يا أخي الكريم، نحن الآن دخلنا في اليوم 17 لهذه المواجهة وهذه المعركة. يعني كنا نريد موقف عربي أقوى، لا نريد يا أخي أسلحتهم، ولا نريد دباباتهم، ولا نريد طائراتهم. يا أخي اتخذوا موقف، فهمني كيف، شجاع على الأقل. يعني عندما تعلن أمريكا والعالم الغربي بأن أمن إسرائيل هو أولوية، وبأننا سنقف خلف إسرائيل، وبأننا ندعم إسرائيل، لماذا لا يخرج موقف عربي موحد ويقول أحسنت بأنني خلف فلسطين، وبأنني سأدعم فلسطين، وأقول زيادة على ذلك، وسأحرك بارجاتي وأسلحتي التي صدأت في مخازنها يا أخي على حدود فلسطين وعلى البحر الأحمر والبحر المتوسط، علني على الأقل أوقف هذه المحرقة، هذه المذبحة. يا رجل ليس مطلوب منهم الكثير، لا نريد أن يقاتلوا عنا. نحن الفلسطينيين أدرنا معركة طوفان الأقصى، لم تدرها كل الدول العربية، لم يدرها أعظم جيوش الدول العربية. نحن درنا هذه المعركة بإمكانياتنا وبقدراتنا المحدودة، وكشفنا إسرائيل أمام العالم، وقلنا بأن هذا الجيش هو واحد، وبأن المقاومة أقوى بكثير. فما بالك لو جيش أدار هذه المعركة مع إسرائيل؟ وفعلا بعد 70 عاما يجب أن نراجع حساباتنا نحن كعرب، كقوة عسكرية عربية، كإرادة عربية. يا أخي نحن لدينا شعوب حية، ولدينا شعوب لديها الإمكانيات والقدرة والقوة والعنفوان، وشعوب مشحونة ولديها عقيدة قتالية قوية جدا، تستمدها من دينها وتستمدها من عروبتها وتستمدها من أمانتها وأصالتها. يا أخي الكريم، يا أخي هذا هو الموقف. إذا أردنا أن نظل في دائرة المؤتمرات وفي دائرة التصريحات، بمعنى كل يوم سيكون هناك 1000 قتيل و1000 شهيد و1000 ضحية و1000 طفل يا صديقي. إذا أردنا أن نستمر في هذا الأداء العربي الرسمي المخزي
أقول لك إياها، وهو مخزي بالفعل إذا أردنا الاستمرار، وفي ظل التطبيع والأجواء القائمة حتى المطبعين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الآن المحرقة تدور والجسد الفلسطيني منهك متعب، لكننا نحن نقول لك كلمة واحدة والله العظيم، يعني كل هذه الأيام التي مضت أنا أقول لك أهل غزة بعزيمة وبقوة وبإيمان، أنا هذا اللي أسأل عنه حاليا، أمر واحد بالتأكيد أن حاليا الكيان الصهيوني سياسته قصف المدنيين حتى يثير الرأي العام أو الداخل الفلسطيني بالضد من المقاومة الفلسطينية. هذه اللعبة أو هذه السياسة، سياسة الكيان الصهيوني، مؤثرة حاليا بروحية الفلسطينيين ومقاومتهم؟ هذه السياسة التي تديرها إسرائيل، وهي سياسة القتل الممنهج الآن والقتل الواسع بحق الفلسطينيين واستهداف المنشآت المدنية واستهداف المقار، هذا كله يعبر فقط عن عقلية انتقامية إسرائيلية. إسرائيل تحاول أن تعادل الرقم فقط. إسرائيل تحدثت في البداية عن عملية برية باتجاه قطاع غزة، ثم عادت وقالت بأنها مناورة برية، ثم عادت وقالت بأننا نحاول صياغة واقع أمني وسياسي جديد في قطاع غزة. هناك ضبابية، هناك حالة ضعف، هذا باعتراف الإسرائيليين بالمناسبة، هم قالوا بأن أضعف سلاح لدى الإسرائيليين هو السلاح البري. نعم. الإسرائيلي الذي يراهنون عليه عملية برية في قطاع غزة. إسرائيل يعني تتمكن من التفوق الجوي وربما البحري حتى باتجاه قطاع غزة، لكن على الأرض القوة البرية الإسرائيلية لا تستطيع أن تحسم معركة، وحماس قالتها وفصائل المقاومة الفلسطينية قالتها نحن على استعداد لهذه المعركة، وستكون هناك معركة طوفان الأقصى 2، وهذا ما يحذر منه الإسرائيليين. إذا ما دخلت هذه القوات البرية إلى هذه الكتلة الكبيرة من الإسمنت في قطاع غزة في مساحة 360 كيلومتر معبأة ب 2 مليون و300 ألف شخص، فمعناتها ستكون هذه نهاية الجيش الإسرائيلي، نهاية الأسطورة الإسرائيلية بالكامل بعد ما انقضى عليها الفلسطينيين في 7 أكتوبر. اليوم أنا أقول لك يحاول الإسرائيلي تأجيل هذه المعركة بكل حال. هم تحدثوا وقالوا ربما لا تكون معركة برية وستكون هناك ربما أمور أخرى. ما هي هو الواقع أخرى؟ الواقع أثبت أنه الكيان الصهيوني مو قادر يعني يخطو هذه الخطوة باتجاه المعركة ودخول بشكل بري بعد اللي صار ب7 أكتوبر، وبعد هذا الفشل السياسي والعسكري بالنسبة للكيان الصهيوني. أنتقل للشيخ مجيد، هذه الصورة اليوم المشوهة للكيان الصهيوني أو هي الصورة الحقيقية للكيان الصهيوني بعد كل هذه الجرائم، هذه ممكن تتعدل، ممكن تتصحح بالنسبة للكيان اللي يحاول يلمع هذه الصورة من خلال أمريكا وغيرها من اللوبي الغربي؟ ابدا ابدا. يعني هو الحاله الصحيه في القضيه الفلسطينيه ان الاسرائيليين كلما شعروا بان القضيه الفلسطينيه ماتت واصبحت من الماضي، هبوا الفلسطينيين من جديد وذهبوا للمقاومه وحملوا على يعني ارواحهم على اكفهم في الدفاع عن ارضهم واعاده ما سلب منهم في التاريخ. هذه الحاله هي حاله صحيه، تمر 5 سنوات، 10 سنوات، سنة، سنتين، 3، وهكذا. فإسرائيل هي يعني في حالة استنفار دائم، مع أنها تعلم أن كل ما تقوم به من تطبيع مع العرب هو لن يغير طبيعة الفلسطينيين، لأن المجتمع الفلسطيني هو كما نقول أهل مكة أدرى بشعابها، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه. الفلسطيني هو الذي يدافع عن أرضه مهما كان، وكما تفضل أخي الفلسطيني المجاهد الآن في حديثه أنه نعم أهل فلسطين وأهل غزة لديهم إباء. وأنا ردت أحلل يعني أنثروبولوجيا، أشاهد المقاطع، أحاول سيكولوجيا أنثروبولوجيا أحلل المشهد، واقعا أنا مذهول. هذه المرأة تفقد 4 وما زالت واقفة وصامتة، الأب الذي يعني يحتضن ولده وهو مقطع، الطفل، وهكذا مشاهد فعلا يعني تثبت وتنقل صورة إسلامية عن الإسلام المحمد الأصيل، أن إسرائيل عدوة الشعوب، وأن الهدف الذي يدافع عنه الإنسان من مات دون عرضه أو عرضه أو ماله فهو شهيد. هذه فعلا يعني يجسدها الفلسطيني في الجهادي في والأقوى في هذه المرحلة. هذه المقاطع والأشخاص المحترمين الأعزاء الموجودين بهذه المقاطع هم يعبرون عن الواقع. هو يقول لك أنا هذا بيتي تهدم وأني مستمر بالمقاومة وداعم للمقاومة حتى أنتصر على هذا الكيان الصهيوني. نعم. وأعتقد يعني كرأي شخصي أنه هذا سر الانتصار للمقاومة الفلسطينية. خلي أنتقل للست ثريا عاصي الصحفية والكاتبة السياسية من بيروت تنضم لنا عبر الهاتف. حياكم الله ست ثريا. حياكم الله. أهلا ومرحبا. نسمع عن الأخبار اللي توصلنا، انطلاق العمليات في جنوب لبنان، شمال غزة، واستمرار لهذه العمليات وقصف مواقع مهمة بالنسبة للكيان الصهيوني. إذا تخلينا بالصورة أكثر عن هذه العمليات وشنو الوضع حاليا في جنوب لبنان.
في جنوب لبنان يعني كما تلاحظون أو تشاهدون هناك يعني جبهة حرب، ولكن جبهة عسكرية طبعا. كما نعلم أن الإسرائيلي دائما في حالة عدوان وآلة قتل، ولا يرى مدنيين في إن كان في جنوب لبنان أو في غزة، ولكن واضح أنه عمليات المقاومين هي بأهداف دقيقة وعسكرية يعني، وأثبتوا الإرهابي بهذه المعركة من يكون ومن يكون المقاوم الذي يدافع عن أرضه، عن أولاده، عن عرضه، عن بلاده. نعم، الجانب الأمريكي سيطر نحن نعم تدخل يعني بشكل في جنوب نعم. مثل ما هو واضح في جنوب على الحدود فلسطين الشمالية، يعني واضح أنه جبهة توسعت على مدى خط الحدود بين فلسطين ولبنان. الجانب الأمريكي أسأل أنه تدخل بشكل مباشر سواء سياسيا أو عسكريا، فنتساءل اليوم على الدور الأمريكي وأهميته بهذه المعركة، معركة طوفان الأقصى. منذ اللحظة الأولى التي تبع فيها الأمريكي الإسرائيلي في عملية القتل التي أرادها أنه الإبادة لغزة، واضح أنه أتى بأساطيره إلى شاطئ المتوسط ليحذر كان المقاومة في لبنان أو في العراق أو في كل مكان أن لا تتدخل، وهو يؤدي كل الدعم ويشارك في عملية الإبادة لغزة. ولكن طبعا العمليات التي تقوم فيها المقاومة في لبنان هي كانت رد لتقول أنه نحن جاهزون، نحن موجودون، ويعني لن تخيفنا لا الأساطيل ولا غيرها. وهو يعرف الأمريكي رغم كل التحذيرات والتهويل الذي يقومون به والضغوطات على لبنان بسحب الرعاية، بالتحذيرات إلى الرعاية، بوقف الطيران، وكل هذا التحذيرات، حتى وصلت إلى حد أن وزيرة الخارجية الفرنسية هددت بإزالة لبنان عن الوجود. ولكن هم كانوا يحاولون يعني منذ 5 سنوات 4 سنوات، ولبنان تحت الحصار، ولبنان تحت التدمير، فجروا مرفأ بيروت، ألغوا كل وظائف لبنان في المنطقة من أجل المشروع الذي يستكملوه في غزة. وبالتالي أنه ما الذي قد يخيفوننا به أكثر؟ أنه ضرب المرافق الاقتصادية ما هي ضربت يعني من قبل، ولكن المقاومة موجودة وجاهزة، وكانت في كل الفترات الماضية تقول أنها حتى حين ذهبت المقاومة للدفاع عن سوريا، للمشاركة في تحرير سوريا والدفاع عن سوريا، كانت تقول أنها لم تغب عن الحدود اللبنانية وسوف تستكمل التحرير في جنوب لبنان. لذلك نجد عمليات المقاومة في لبنان محدودة في تلال كفر شوبة، في الأراضي اللبنانية، مزارع شبعة، على الرغم كل هذه المناطق. على الرغم من محدودية هذه العمليات، لكن هذه العمليات مؤثرة بالنسبة للكيان الصهيوني، وأيضا قدمت المقاومة اللبنانية عدد من الشهداء. نسمع أنه عدد الشهداء وصل لأكثر من 4 أو قرابة 5 شهداء نتيجة لهذه العمليات. أنا أشكرك أستاذ ثريا العاصي، الصحفية والكاتبة السياسية من بيروت، وأرجع لي الأستاذ رمزي من فلسطين. أستاذ رمزي، اليوم شنو مطلب الفلسطينيين؟ شنو مطلب المحاصرين من الفلسطينيين؟ سواء للشعوب العربية الإسلامية أو حتى الأحرار حول العالم، باعتبار القضية الفلسطينية أبداً مو قضية دين أو طائفة معينة. يعني أولاً أخي الكريم، المطلوب الآن لطالما احنا كفلسطينيين تحدثنا وقلنا بأن الخير في شعوبنا العربية، وبأننا نراهن على سلامة الشعوب العربية وعلى سلامة بوصلة هذه الشعوب، ولم نراهن على الأنظمة الرسمية في يوم من الأيام. لذلك المطلوب الآن من الشارع العربي كله أن ينتفض، أن يخرج، أن يضغط،
يضبط باتجاه حق هذا الدم الفلسطيني المسفوح والمستباح اليوم أمام أعين الكاميرات. نحن نشاهد مشهدية الحرب ومشهدية الدم ومشهدية الموت أمام أعين العالم كله. نشاهد كيف تنكر الغرب لكل القيم الإنسانية وكل القوانين والقرارات الدولية ومعاهدات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني مقابل حماية الإسرائيلي، أطاح بها كل هذه القوانين. نحن نطالب الآن بموقف عربي واضح وصارم باتجاه أن أوقف هذه المعركة، أوقف هذه المحرقة باتجاه الفلسطيني. الفلسطيني لن يخرج من أرضه إلا ليعود إليه. هذا هو القرار العربي الذي نحن ننتظره، أن تخرج هذه الحكومات ولو لمرة واحدة عن صمتها حماية لمصالحها. يا أخي، يا أخي، دائرة القتل الإسرائيلية لن تقف عند الفلسطيني ولن تقفل على الفلسطيني، ستمتد. سيرى الإسرائيلي حالة الضعف وسيرى كيف ينكشف الإسرائيلي وانكشف الواقع العربي. سيذهب الإسرائيلي وستذهب هذه البارجات في يوم ما، ونراها في بعض العواصم العربية، ونحن نأسف لذلك. إذا قلنا نحن الفلسطينيين جدار الأمة الأخير، أرجوكم أرجوكم تحركوا ولو لمرة واحدة، انقذوا الأطفال، انقذوا النساء. يا أخي، هذا دم عربي، يا أخي هذه لغة عربية، يا أخي أنا أتحدث بلسان عربي مبين. يا أخي أنا أطلب فقط منهم أن يحقنوا الدم، أن ينظروا إلى الفلسطيني، أن يقولوا للعالم الغربي لدينا أدوات قوة. إذا كنت أنت تقف وراء إسرائيل فنحن لن ندع الفلسطيني لوحده في هذه المعركة. يا أخي، يستطيع بالتصريحات إن كانت قوية وإن كانت قدر المسؤولية أن يوقف هذه المعركة. إسرائيل تكسب جبهة شمالية، تخشى من غزة، فما بالك لو تحركت هذه الشعوب بموقف موقف سياسي قوي يدلل على أنها قادرة على حقن الدم وقادرة على إنهاء هذه المأساة. لكن للأسف الشديد حتى هذا الموقف غير قادرين على منحه بسلاح بسيط. أستاذ رمزي، أنتم بسلاح بسيط هزيتوا أركان هذا الكيان، أركان هذا الكيان المغتصب والمعتدي، من رئيس وزراء إلى أبسط مواطن بالكيان الصهيوني، مستوطن بالكيان الصهيوني، اهتز بسبب هذه العمليات. يا أخي الكريم، والله العظيم هم يعيشوا أيام رعب وحالة رعب. أنا أقول لك، من يوم طوفان الأقصى إلى اليوم إسرائيل كلها مهتزة، إسرائيل كلها مرعوبة، حتى قادة الجيش والأمن الإسرائيليين كلهم في حالة رعب وفي حالة ضعف ما بعضها ضعف. والله إننا أعطينا وملكنا العرب لحظة تاريخية من عمرهم يستطيع فيها أن يقولوا ولو كلمة واحدة. لا أريد أن أقول حركوا جيوش، ولكن استثمروا حالة الضعف الإسرائيلي الآن، استثمروا هذه الحالة بشكل كبير جدا. إسرائيل أخلت 26 كيبوتس في جنوب لبنان، وأخلت عشرات الكيبوتسات على غلاف أو ما يسمى بغلاف قطاع غزة. نحن كذلك، إذا كانوا هم يتطلعون إلى التهجير فنحن قمنا بعملية تهجير لهذا الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي الذي يعني قال ربنا، فهمني كيف، في كتابي تراهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء الذين لا يقاتلون فعلا فعلت مرة ثانية الهجرة العكسية، والمستوطنين الصهاينة رجعوا لبلدانهم الأوروبية. أنتقل للشيخ مجيد، يعني بناء على كل هذه المعطيات وبناء على الضعف الواضح للكيان الصهيوني اللي ذكره أستاذ رمزي، شنو نتوقع السيناريوهات القادمة؟ راح نشوف موقف عربي واضح باتجاه حقن الدماء؟ عفوا أستاذ رمزي، تفضل. شيخ إسرائيل أغلقت المطارات فقط لمنع عملية الهجرة. هؤلاء كل الموجودين في فلسطين هم مزدوجي الجنسية. عندما تتحدث عن الأمريكي وتتحدث عن الروسي وتتحدث عن الأوكراني وتتحدث عن البولندي وتتحدث عن التايلندي، لا يوجد دحو أستاذ رمزي. أستاذ رمزي، هذا دحو يكمل دحو تجمع أستاذ رمزي، هذا اللي أكدته، أن يخرجوا من بدافع الخوف وبدافع ما حققته المقاومة الفلسطينية. نعم نعم، أنتقل لك شيخ مجيد، السؤال إذا واضح عندك. يعني في الحقيقة أنا لا أضع الفرضية قبل التحقيق، باعتبار أن الأمة العربية غير متكاتفة، فلا أستطيع أن أقول أو أراهن إلا على المقاومة الداخلية لفلسطين. ولكن ماذا عليه السيد الصدر كذلك من استنهاض الشعوب للوقوف أمام الحدود عفوا حدود بلدانها ومن دون حمل سلاح، وهذا كذلك ما أكده الأخ رمزي، أن فلسطين ما تحتاجه على الأقل تصريحات، على الأقل يعني مظاهرات، على الأقل اعتصامات تنقل رأي عام للعالم، لأنه نحن لدينا النفط. واحدة من أوراق الضغط التي يمكن أن يلعب عليها العرب هي قضية النفط. يعني لا يتوهمون إلى درجة الانبطاح ولا يفكرون بغير الذلة. هذه فرصة، وأعتقد فرصة ثمينة، كما أن حزب الله
نكل بالإسرائيليين وفي 2006 في بالي وانتصر، وكانت هي البعبع المخيف بالمنطقة، فإذا بها بالون فارغ. اليوم كذلك طوفان الأقصى أظهر ضعف الإسرائيليين لوجستيا عسكريا نفسيا كذلك، حيث أن أغلبهم خرج من إسرائيل وذهب إلى دول أوروبية أخرى، ولا عكس الفلسطيني الذي بقي مع الضغط الذي يعيشه، مع الجوع والفقر والعطش والدماء التي تسيل منه ومن أولادي وعائلتي، لكن متمسك بالأرض. هذا هو الفرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة الإسرائيلية الصهيو أمريكية. لا أود أن أقول العقيدة اليهودية، اليهود بمعزل عن القضية الصهيو أمريكية. نحن نتحدث عن الساسة والسياسة الأمريكية الماسونية العاملة على تذويب كل الشعوب وتدميرها بنيويا وإنسانيا. لذلك انا اعتقد على اعتقد ان المقاومه ستستمر ولن تنتهي، واعتقد ان هنالك مفاجآت ليس من اسرائيل بل من قبل المقاومه. ويجب استثمار النقطه مهمه ذكرها استاذ رمزي ابو جزر، ما يخص ضعف الكيان الصهيوني في الوقت الحالي. نعم. اذا ما انتصرت الشعوب العربيه والاسلاميه على الكيان وازاحت هذه الغده السرطانيه من جسد المنطقه العربيه، ممكن بوقت ثاني راح يتفرعن اكثر ويصل الى مدن عربيه أكثر إذا ما بقى بهذا الوضع، وبقت المقاومة الفلسطينية وحدها تقاوم هذا الكيان. أنا أشكرك الشيخ مجيد العقابي رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح، وكذلك أشكر الأستاذ رمزي أبو جزر الكاتب والمحلل السياسي انضم لنا من فلسطين، وكذلك الأستاذة ثريا عاصي الصحفية والكاتبة السياسية من بيروت، والأستاذ أشرف أبو الهول المحلل السياسي من مصر. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه التغطية، بالتأكيد مستمرين في قناة الأيام الفضائية بمواكبة الانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني بتغطيات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.